وانا جاي النهارده عشان افرحك واقول لك الشركه بتاعتي خدت المناقصه اللي احنا كنا داخلينها. انت كنت مشغوله بقالك يومين ما عرفتش افرحك والله، وكل حاجه هترجع زي الاول واكتر كمان. هتعملي ايه يا مره؟ اللي انت رتبتي له كله باظ. ما دام طارق رجع تاني وقف على رجله بعد ما كنت فاكراها هيغرق، يبقى لازم ارجع احسبها صح واطلع رياض من الحسبه لحد ما اعرف بالظبط انا هعمل ايه. نعيمة، انا عايزك تشدي شويه على المشرفات. الاوض جوه والحمامات مش نظيفه ابدا. انا شفتهم النهارده مفيش حاجه. مساء الخير. مساء النور، تحت امرك. عماله بخبط من بدري مفيش حد بيفتح. ما دام مروه موجوده. حسب. يعني ايه حسب؟ حضرتك عايزاها في ايه بالظبط؟ بس متهيالي كده حضرتك عايزاها في حاجه حلوه قوي. استنيه ثانيه لحد ما اقول لها. اقول لها مين؟ جميله، اتفضلي حضرتك لو عايزه تبصي على الملجا وتاخدي فكره. اهلا اهلا اهلا. ازي حضرتك؟ المفاجاه الحلوه دي. ربنا يخليكي، بجد مفاجاه حلوه. اه طبعا، اقعدي حبيبتي اقعدي. انا خدت عشان تتضايقي او تستغربي لما تشوفيني. اتضايق؟ يا لهوي طبعا لا. انت جبت العنوان منين؟ حضرتك قلت للمديره انك مديره برضه وصاحبه ملجا خطوات، وانا بصراحه بقيت ادور لحد ما لقيت العنوان عشان عايزه حضرتك في موضوع مهم. انا تحت امرك يا حبيبتي، بس المهم انت بخير؟ باباكي بخير؟ اه الحمد لله انا كويسه. بابا هو اللي مش كويس. ليه؟ ماله؟ بيحبك. بصي يا طنط مروه، بابا انسان حساس قوي، وانا اكتر واحده بتحس بيه. ساعة ما دخلت حياته هو متغير. انا عارفه ان ده طبيعي، بس انا مش عايزاه يتوجع. انا كنت صغيره بس لسه فاكره قد ايه هو اتوجع لما ماما سلامه ماتت. فلو حضرتك داخله حياته وانا وياها تكملي، خلي بالك منه بلاش تأذيه. حضرتك بتبصي لي كده ليه؟ بسم الله ما شاء الله، كبرتي قوي. يعني ايه؟ أقصد يعني إن أنت عقلك سابق سنك بكتير. وإذا كان على أبوكي ما تخافيش، أنا لا يمكن أأذيه. بس سيبك أنت من كل الكلام ده، أنت منورة الدنيا. تعالي بقى أفرجك على الملجأ، عايزة رجلك تاخد على هنا كتير. يلا تعالي. يلا تعالي يا حبيبتي. حاضر. أيوة مروة، أنا كلمتك كتير تليفونك ما بيردش. معلش ما كنت سامعة التليفون. ضيوف مين؟ ما قلتليش ليه من قبلها بس. طب انا داخلة عند الكوافير، هخلص واكلمك. مع السلامة. اهلا يا مدام مروة، ازاي حضرتك؟ مش كويسة، وانت كمان مش هتبقى كويس لو غيرت الاتفاق اللي ما بيننا. الله، لا طبعا، مين قال كده؟ وبعدين انا ما خالفتش الاتفاق اللي بيننا ولا حاجة. آخر مرة اتقابلنا فيها قلت لي إن الشركة بتفلس وإن المركب بتغرق. أعرف بين يوم وليلة إن كل ده اتغير وإنت ما كلمتنيش. يبقى اسمه إيه ده؟ يبقى اسمه إني مشغول سعادتك. يا مروة هاني، مقدري موقفي. أنا مشاكل الشركة كلها فوق دماغي، غير ضغط الشغل والمسؤوليات. حقيقي مفيش فرصة أكلم حضرتك. الكلام ده تقوله لطارق لما تعوز منه علاوة. تقول للموظفين بتوعك لو عايزهم يشتغلوا، ما تقولوش لمروة سلطان. خلاص يا فندم، اتفضلي سيادتك. ها حضرتك عايزه تعرفي ايه بالظبط؟ عايزه اعرف احوال الشركه، عايزه اعرف المناقصه الجديده دي مكاسبها قد ايه، عايزه اعرف كل حاجه. هقول لسيادتك. المناقصه دي بخصوص مشروع عاملاه الدوله لبنى اكبر مدينه جامعيه في العاصمه. تكلفه المشروع تتراوح ما بين 400 ل 500 مليون جنيه. نسبه الربح اللي هتطلع وخصوصا بعد التصميمات الجديده اللي عملناها حوالي 25%، والنسبة دي بقى هي اللي هتسدد ديون الشركة وهتخليها ترجع تقف على رجليها من أول وجديد. خلاص؟ تمام كده سعادتك؟ يعني طارق هيرجع زي الأول؟ طبعاً يا هانم، زي الأول وأحسن كمان. يبقى تعمل حسابك تكلمني أول بأول تقول لي الأخبار، والمرة الجاية مش هكلمك يا عزت، المرة الجاية هزعلك.